ألف مرة في قلة مندسة، التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. أنا رحت انضم في مرة، رحت انضم في مرة لقلة مندسة، التهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها، بتعيجي مليون وبيزيدوا لسه. يا عيني عالقلة، يا ليلي عالمندسة. شاب بيعزف عود، شاب بيعزف عود بأصابع خارجية، تلاقي كاتب النوتة في أجندة دولية. قربت لقيته بيعزف أغاني الشيخ إمام، ويرد عليه الشعب يريد إسقاط النظام. بقى هي دي القلة عيا عرة الإعلام. يا بوء النظام، يا بوء النظام، يا ساقط ابتدائية في اختراع اسمه قنوات فضائية. يعني ما سمعتوش عن حاجة اسمها دش، ولا ما زهقتوش من التضليل والغش؟ وبعد ده كله لسه المذيع له وش؟ يا عم الإعلامي، يا عم الإعلامي، يا ابو الكلام شفاف، طلتك عالشاشة توحي بالإسفاف. بطل بعقولنا كذب واستخفاف. ورحل مبارك أن أن هم ونزاح، وراح وأراح واستراح، وتكلمت مصر بالكلام المباح. ومحدش يتصل بيا علشان أنا على الهوى وغير متاح. ها 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 ها، إرادة شعب قوية لم تنكسر ولم تنحسر ولم تنعسر، وأي حاجة أخرها أسر. ها ها ها، ذهب مبارك وأبناؤه وأشياؤه وأعباؤه وغلاؤه وجماله وعلاؤه ووباؤه وغباؤه وأي حاجة أخرها آؤه. ها 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 ها، مش عاوز اللي يسمعني دلوقتي يقول إن في لهجة شماتة أو غتاتة أو تباتة، لإني والله العظيم تلاتة أنا ما بشمتش، أنا بتشفى. ها 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 ها، مبروك ليكو، مبروك لمصر، مبروك 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 عليكم وعلينا، مبروك مبروك مبروك. ده تجميل عليك وعلى حملاتك. ما هو انت اللي فضلت تقول الإجابة تونس، الإجابة تونس، لغاية ما سخنت العيال على باباهم حبيبهم. ها ها ها، ما هو اللي غلطان انه طلعك من السجن، كان لازم يخليك جواه. ايوه، ويعلقك من حملاتك وتفضل ترفص كده. ها كده، ها كده، ها. وهوبا، يا نهار ابيض، الشعب المصري العظيم اثبت عظمته في ثورة عظيمة. وبنحيي الشعب المصري بكل طوائفه، وخصوصا جهاز الشرطة العظيم اللي انسحب بدري بدري وفتح الطريق لهذه الثورة، وكان سبب رئيسي لنجاحها. الشعب والشرطة ايد واحدة. هذا الشعب العظيم ومطالبه العظيمة العيش والحرية والكرامة الإنسانية. واحنا في قناتنا مطالبنا متواضعة، ما قلناش عيش ولا قلنا حرية ولا قلنا كرامة إنسانية. احنا مش عاوزين غير الأمن والأمان، وشعارنا اهو قدامكم، الشعب يريد الأمن والأمان، والدوري يرجع تاني والإعلانات ترجع تاني.
علشان كلنا نهتف مع كل جون جميل وكل إعلان جميل وكل نكتة أبيحة جميلة تجي من المشاهدين أقولها وأعتذر. وأنا سعيد إني أكون معك في صالونك طول الوقت يا إبراهيم. هو صحيح صالوني بس في منزل حضرتك وفي صالونك أنت. وبمناسبة الصالونات شعر ولا دق؟ أنت هتقلش من أولها يا إبراهيم؟ في البداية أحب أقول مبروك لمصر. أقول مبروك لمصر ولا مبارك لمصر؟ أنت مثلا تقلش بقى. ماشي يا إبراهيم خليها مبروك. مبروك يا فندم. الله يبارك فيك يا إبراهيم ومبروك للشعب المصري كله يا إبراهيم. اسمح لي في البداية أسأل سؤال بس من غير قلش. في اللحظة اللي سمعت فيها بيان عمر سليمان بإبعاد أو استبعاد أو استقالة أو إقالة أو تنحي أو تخلي الرئيس السابق مبارك عن الرئاسة، ماذا كان شعورك؟ حمدت الله عز وجل إن عشت وشفت اليوم ده يا إبراهيم. ما كنتش أتخيل إن أعيش وأشوف يا إبراهيم. وديك عشت وشفت يا أخوي، ما هو كله كوم وأنت كوم تاني. وهل نجحت حملات التشويه والشتائم والاتهامات اللي قادها النظام ضدك؟ ما جاتش فيها يا إبراهيم، لأن محدش يقدر يمنع صوت الحرية يا إبراهيم. وجدير بالذكر الثوار يستعدون لمليونية غدا تحت اسم جمعة النصر للاحتفال واستكمال تحقيق مطالب الثورة. لازمتها ايه يعني؟ ما سمعتوش احتفالات ولا التحرير وحشكم؟ واستكمال مش اللي انتوا عايزينه حصل؟ قعدتوا تقولوا مش هنمشي هو يمشي، مش هنمشي هو يمشي لغاية ما زعل ومشي. ايوه روحوا روحوا المليونية يا اخويا انت وهو، بس ما عندهاش دم. وجدير بالذكر ايضا ان هناك مجموعة اخرى في ميدان مصطفى محمود بعنوان جمعة رد الجميل. ايوه كان حاجة تفتح النفس، هم دول المصريين. مين؟ ازاي ده؟ مش ممكن القاء القبض على احمد عز واحمد المغربي وزهير جرامة و ايه ده؟ ومين؟ حبيبي العدلي؟ حبيبي العدلي كمان؟ مش ممكن الجورنال ده في حاجة غلط. ما يقولوا القاء القبض على يوسف بطرس غالي. ييجوا يعني. الجرس ده؟ معقول هما؟ يا نهار اسود عمال يبقى 60 ليله؟ ممكن يكونوا هما اللي جايين؟ طب بيقعدوا عليا؟ يا نهار اسود استخبى فين؟ لا هنا هيشوفوني، كده هيشوفوني، هيشوفوني.
الناس دي استحلتها ولا ايه؟ اكيد الميدان ده فيه نداه، بتنده الناس وتخليهم ما يعرفوش يقاوموها ويلاقوا نفسهم نازلين غصب عنهم. عايزينك يا مبارك، عايزينك يا معلم. حبايبي حبايب قلبي، انتوا لسه موجودين؟ ربنا يطرح فيكم البركه زي ما رفعتوا معنوياتي. ميدان مصطفى محمود هو مصر الحقيقيه. انا اسف حقك عليا، هتفضل اب ليا. مشاعري اسمه بقى رمز زيه زي الناس اللي على علم مصر، ما ينفعش ان هو ينفصل عن تاريخ مصر. ليه هو رمز البلد؟ رمز البلد عشان هو خدم البلد 62 سنه بيخدم البلد، شارك في حرب النكسة، وعشان كده احنا اخترنا. عارف احنا بنحبه ليه؟ بنحبه ليه؟ عشان للأسف ما بناخدش برشام هلوسة. ما بتاخدش ايه؟ برشام هلوسة، فلسه فايقين. يعني حضرتك شايف ان كل الشعب المصري اللي واقف قدام التحرير مهلوس بيضرب برشام. هو برشام نوعه ايه بقى؟ ايه؟ البرشام نوعه ايه؟ ما اعرفش، انا شايف شرايط زرقاء كده بيضربوها، لا ما اعرفش نوعه. هو ده اللي بيتضرب هناك في التحرير، وفي الاخوان بيفرقوا حشيش. آه الحبايب، آه الحبايب. وجود حكومة من العهد السابق ده معناه ان النظام زي ما هو ما سقطش، وان ما حصلش اي تغيير. وهدي لك مثال، البيبي لما يعملها على روحه ويبقى محتاج تغيير، ينفع تغير له البامبرز من غير ما تنظف له؟ ما ينفعش طبعا. يبقى النظام لازم يتشطف ويتنظف كويس، لان لو سبته فترة اطول بالبيبي بتاعه البلد هيجي لها تسلخات، واللي عنده تسلخات مش هيقدر يمشي خطوة واحدة لقدام، وبالتالي هنقف معلق سير. إذا نستطيع أن نقول وبعد مرور أسبوعين من تخلي الرئيس السابق، نستطيع أن نقول أن شعارنا اليوم الشعب يريد تشطيف النظام. آه صح. تحيا الثورة، تحيا جمهورية مصر العربية. أهلا أهلا، انت كنت فين صحيح؟ محدش شافك من اول الواكسه. قول يا حبيبي قول. اهلا بكم. في الاسابيع الماضيه جالنا اكثر من 40,000 ايميل بيسالوا عن البرنامج، وبيقولوا انه بقاله كتير ما تزعش. احب اقول اننا كنا في مهمه وطنيه هقول لكم عليها في الوقت المناسب، وهتبقى فضيحة بجلاجل، واللي ما يشتري يتفرج. يا سلام على التشويق. في الأيام السابقة كنت في التحرير، كان عدد من الشباب المعتصمين بيقولوا لي إن إحنا نازلين بدون علم أهالينا، وطلبوا مني أكلم أهاليهم علشان أقنعهم وأطمنهم، وكلمت حوالي أكتر من 40 أسرة وسلمت عليهم وطمنتهم، وكانوا فرحانين انهم بيكلموني على الحقيقة. وانا بحكي لكم الكلام ده علشان تفهموا ضمنيا اني كنت في التحرير. ثمت مشهد آخر نعرضه عليكم، سوف تتكيفون منه وتنشكحون آخر انشكاح. يا حبايبي يا حبايبي، هم جرانا اهو. مين يا باشا جروانه ده ولا مين يا باشا؟ يا ترى جرانك ايه يا جرانه؟ احمد عز، احمد عز كمان، والله هم
مبارك خارج السلطة وأحمد عز داخل السجن ثورة يناير المجيدة. أحمد عز اللي لما كنت بتشوفه قاعد باللابتوب بتاعه جنب جمال مبارك تعتقد فورا إنه بيحكم العالم من خلال هذا اللابتوب، أما الآن اتضع إنه كان ولا حاجة، كان كبيره يلعب عليه زومة أو حرب الفراخ الفضائية. لابتوب شباب الفيسبوك سحق لابتوب أحمد عز وسحق موبايل يوسف بطرس غالي. فين موبايل؟ أبرز عناوين موبايل راح فين يا حرامية يا ولاد الكلب؟ مبارك يسجل مذكراته لناشر أمريكي وأنس الفقي يشرف عليها. فاصل ونكمل. أيوة كده، لازم تكتب مذكراتك علشان الناس كلها تعرف، وياريت يطبع منها الحج بتاع ميكي جي عشان الأجيال اللي طالعة تقراه، زي مثلا رجل المستحيل، زي بطوط، بس اوعى تنسى تجيب سيرتي عم دهب. امبارح الشباب اللي دمه خفيف وذكي جدا عمل حركة ما تطلعش إلا من الشباب المصري. الأربع عز وجرانة والعدلي والمغربي كانوا في القاهرة الجديدة قدام نيابة أمن الدولة، فلنفترض إن دي القاهرة الجديدة ودي نيابة أمن الدولة، والمفروض إن هما يروحوا من هنا لغاية لمن ترى. الشباب مشيوا بالعربيات وعملوا لهم زفة بالكلاكسات كأنهم بيزفوا عريس وعروسة طول الطريق من هنا لغاية هنا. قعدوا يغنوا لهم الدحرج وجري علومان، وغنوا لهم كمان تسلم ايدين اللي اشترى كلبش زي الاسورة. مين كان العريس ومين كان العروسة محدش عارف، يمكن بعدين توصل لنا اخبار جديدة من داخل لمان ترى. كل ده علشان يهدوا العيال بتوع التحرير؟ صحيح، اللي يمشي ورا العيال ما يخلاش من الزنازين. طب وبعدين ازاي ده يحصل في عهد حكومة الفريق شفيق اللي قال بعظمة لسانه مش ثورة تابعة؟ قلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة، لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها بتعيجي مليون وبيزيدوا لسه، يا عيني عالقلة يا ليلي عالمندسة. فتشوني وانا داخل، فتشوني وانا داخل بأيادي خارجية، أيادي متلطخة بالفول والطعمية، قلت في نفسي أكيد دي عجينة دولية. لمحت بنت بعيد، لمحت بنت بعيد ماشية بيافطة في الميدان، يا ترى مكتوب بالفارسي ولا ترجمة في لبنان؟ تلاقي كتب عليها الحلوة دي من طهران، ولا هشوف في ايديها ألوان علم إيران؟ قربت لقيت مصرية وكتبة احنا ليه بنتهان. انا رحت اندس في مرة، رحت اندس في مرة في قلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة، المنظومة فاسدة من ساسها الراسها، الدم كان بيسيل وده جايب صورة النيل، خلى تلفزيوننا فضحته بشخاليل، عايش في الأوهام يخيبك إعلام، ده الشعب يريد تطهير الإعلام، الشعب يريد تطهير الإعلام.